أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، حيث يواصل المنتفضون تظاهراتهم وإضرابهم واعتصامهم في الطرقات والساحات والميادين حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بإسقاط النظام كاملة. مشاهدينا الكرام، لحوار هذه التغطية ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع، مرحبا بكم. حياكم الله. أهلا بك. وسيكون عبر الهاتف من ساحة التحرير في العاصمة بغداد الناشط المدني علي عزيز. سيد علي، مرحبا بكم إن كنت معنا. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ علي. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نعود إليكم. تمام دكتور، لنبدأ معكم. الكتل السياسية أعلنت عن وثيقة، هذه الوثيقة منحت الحكومة والبرلمان مدة 45 يوم لغرض الإصلاحات. خلال 45 يوم إذا ما تقوم بهذه الإصلاحات المتفق عليها داخل الكتل السياسية راح تسحب الثقة من الحكومة والبرلمان، شلون تابعت هذا الإجراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما تتصرف به هذه الحكومة وأحزابها مضحك. طيب. حقيقة مضحك، لأن الشباب من خرجوا بتظاهراتهم من يوم 11 لحد الآن، تظاهراتهم ضد هذه الأحزاب وضد كل إصلاحاتهم. انتظروهم 17 سنة أن يصلحون الحال، أن يفعلون شيئا، لم يفعلوا شيئا. طيب. وخرجوا واجهوهم بالرصاص وقتلوهم واعتقلوهم، والآن أكثر من 600 شهيد قدموا ذول الشباب الحلوين. نعم. شباب العراق اللي المستقبل كله على كتافهم، يعني الحاضر والمستقبل لهم. واستشهد من عندهم وسفك الدماء أكثر من 16-17 ألف جريح لحد الآن، معتقلين وتاركين بيوتهم وتاركين دراستهم وتاركين أعمالهم وتاركين كل شيء من أجل العراق، وهتافاتهم كلها ضد العملية السياسية، ضد هذه الأحزاب الفاسدة. هذه أحزاب فاسدة يقولوا لهم أنتم فاسدين، لا يمكن، لا نترجى منكم شيئا. طيب. والثقة بيننا وبينكم انعدمت نهائيا، مقطوعة، ولا نريد إلا رحيلكم. روحوا، الإصلاح بالنسبة للمتظاهرين أن تذهبوا جميعكم لكي نبني وطن عراقي ونسترد وطننا هذا الجميل اللي خربتوه. هؤلاء يذهبون إلى اجتماعات وكلام، وهذا الاجتماع اللي صار المضحك اللي يعني الحكيم هو معارض خارج العمل، يعني هو معارض للحكومة ومعارض لكل سياساتها، ويجمع الحكومة وكل أطرافها لكي يدافع عن الحكومة في القضية. قال أني مع المتظاهرين. ونعم، هو واضح جدا مع المتظاهرين. نعم. طيب. كلش واضح. ويصيغون يعني أساليب جديدة، يقدمون أساليب جديدة لتدوير هذه النفايات، عملية تدوير هذه النفايات، عملية تقديم نفسهم بوجوه أخرى بصيغة أخرى، يريدون أن يكسبوا الوقت ليس أكثر. يعني هم مؤمنين ربما بهذا القول، يقول تقدم خطوة وتراجع خطوتين. طيب. فيتراجعون خطوتين لأجل أن يتقدمون خطوة، وبالتالي يكسبون وقت ويستطيعون أن يقضوا على التظاهرات ويدمروا كل الأفكار والأحلام الجميلة الرائعة في استرداد العراق. هذه كل القضية. نعم. فلذلك عندما أحرقت هذه الوثيقة يوم أمس في ساحة التحرير، كان إحراقها يعني ربما شفاء لكل قلوب العراقيين، لأنه كم وثيقة قالوا عنها وثيقة شرف. نعم. وثانيا يعني المتظاهرين ذولا اللي طلعوا، ذولا المنتفضين، ذولا الثوار، يعني لديهم قناعة كاملة أنه هؤلاء لا يمتلكون الشرف. اللي يقتلهم واللي يضربهم برصاص حي، يضربهم بغازات سامة. نعم. ويتعامل وياهم بهذه الطريقة، هل يملك الشرف؟ فبالتالي يقدمونهم وثيقة شرف. كيف يمكن يعني الموازنة بين الاثنين؟ يعني ناس معتقدة وواثقة أن هؤلاء لا يمتلكون الشرف الوطني والشرف الإنساني في التعامل مع شعبهم. طيب. فكيف يمكن أن نثق بهم بوثيقة يسموها وثيقة شرف؟ وكم وثيقة شرف في 2016 قدموا وثيقة شرف لإصلاح كل شيء، وماذا حصل يعني؟ نعم. خلال هاي 3 سنوات ما الذي فعلوه؟ وقبلها الكثير من وثائق الشرف. حتى وإذا في اتفاق مكة دكتور إذا تذكر. نعم، في 2006 أيضا وقعوا وثيقة شرف. نعم. وثيقة مكة للحرص على الدماء، عدم سفك الدماء، وشوف الدماء اللي سالت العراق. العراق الآن بثلاث أنهر، دجلة. نعم. والفرات ونهر الدم. ونهر الدم هذا العراقي يجري بشكل. نعم. غريب عجيب. نوبة يتهمهم أنتوا بعثية، ونوبة يتهمهم أنتوا دول الخليج، واليوم طلع الفياض. نعم. يتهمهم دول خليجية وراهم، شنو ما هذا المنطق؟ وين رايحين ذولا؟ مغيبين
وبالتالي ستأتي اللحظة الحرجة اللي ينقلب كل هذا الحال عليكم وأنتم خسرانين، ومو تلعبون بالوقت الضائع، تلعبون في وقت لا ضائع ولا انتهى الموضوع خلص. طيب فهذه قضية الوثيقة. طيب يعني هذه بالمجمل قضية الوثيقة. طيب دكتور انتقل إلى الأستاذ علي عزيز. أستاذ علي، القوات الحكومية تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، أيضا أصابت 25 متظاهر عند جسر الأحرار في بغداد. لو تصف لنا ما حدث ويحدث على جسر الأحرار، تفضل أستاذ علي. السلام عليكم. عليكم السلام. وحيا ضيفك طبعا. البارحة فوق جسر الأحرار تقريبا الساعة 3 بين 2 ونص و 3 الفجر، قامت القوات الحكومية مكافحة الشغب بضرب واحد من الإطلاقات الغازية المسيلة للدموع، مما تسبب بجرح أكثر من 25 شخص، ليس 25 الذين تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد، لكن الذين لم نتمكن من نقلهم عولجوا في أرض الميدان طبعا. بالإضافة إلى هذا لدينا إصابات خطيرة واحتمال تنتج عنها لا سمح الله عدد من الشهداء اليوم يبينون. هذا كله صار طبعا عشية أنه ينعقد مؤتمر الأمني اللي حضر السيد صالح الفياض، ممكن سمعتوا تصريحاته كلها اليوم. نعم. فظاهر هم كل ما عندهم فد بروباغندا وعندهم فد مسرحية جديدة يحضرون لها ويتوضون قبل أنه يقومون بهذه العملية، لأن هم يتوضون قبل كل عملية تعرف، يتوضون الدم. نعم. فهذا الشيء اللي أقدر أوصف لك فيه اللي صار البارحة. وبالنسبة لاجتماع الأحزاب اللي انعقد قبل يومين بيت عمار الحكيم طبعا، هذا اجتماع الأحزاب أنت شفت شلون تلاحظه أو تراقبه وهم يلهثون لعقد هذا الاجتماع. طبعا هذا إجا بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي. فشوف أمريكا لما هزت العصا عليهم، شوفوا شلون رأسا راحوا تراقبوا وتلاحظوا من أجل عقد هذا الاجتماع اللي. لكن هذا الاجتماع هذا هم حاليا بيفرضون أساسا الأخيرة. يا أخي هم عايشين طبعا حكومة العراق يقول لك يدقون المي بالهاون. يا أخي إحنا مو ضد حكومة حالية، يا أخي إحنا مو ضد حكومة سابقة، يا أخي إحنا ضدهم كلهم، كل اللي جاءوا من 2003 لليوم ابتداء من مجلس الحكومة وأياد علاوي وإبراهيم الجعفري والمالكي إلى وصولا إلى عادل عبد الملك، هم يظنون أنه إحنا ضد حكومة أو يضحكون على نفسهم. يا أخي إحنا ضد العملية السياسية كلها. هاي 45 يوم يردون أيضا يضربوها في 100 حتى يقتلون 4500 شخص من عندنا. سيدي إحنا عندنا معتقلين بالآلاف غير الجرحى، هذا الموضوع جدا مهم. عندنا معتقلين وعندنا معلومات تتسرب أنهم معتقلين هم مخطوفين بمعسكر أشرف. نعم. اللي كان سابقا للمجاهدي خلق. عندنا معلومات انه عندنا معتقلين في مطار المثنى، احنا عندنا معتقلين، احنا ذول المعتقلين ترى حالهم حال الشهداء والمغيبين، لا تصدق يرجع لنا واحد منهم. نعم نعم. دكتور حضرتك ذكرت فالح الفياض. فالح الفياض يقول احنا نقدر ان نقيل البرلمان خلال نصف ساعه، لكن مو معناته هذا احنا نقلب نظام الحكم من اجل المتظاهرين. يعني هو هذا اللي تكلم به الاخ علي عزيز قبل قليل، هو هذا الصحيح. يعني هم يعتقدون انه يعني مو يعتقدون، هم يعني عندهم تصميم على انه بقاء العمليه السياسيه، لانه في العمليه السياسيه حياتهم هذه المحاصصه ومكاسبهم وكل واحد مكسبه وكل واحد ما يحصله من عندها، وبالتالي العراق ذاهب الى الجحيم، خليه ذاهب الى الجحيم. لا يعنيهم الشعب، ولو يعنيهم الشعب مو 17 سنه، الشعب من سيء الى أسوأ، من سيء الى أسوأ، كل البنى التحتية انتهت، كل القدرات انتهت، وبالتالي ينهون العراق. وهاي كلمة يباع العراق تفصيخ فعلا تنطبق على العراق، هذول باعوا العراق تفصيخ فعلا بحذافيرها بكل معانيها بكل ما تعني. نعم. الكلمة هكذا تصرفوا مع العراق، وبالتالي احنا نقيل الحكومة بس من سقط النظام. ما معناها انه العملية السياسية تبقى، اذا ما بقيت العملية السياسية فكل تغيير وجوه، انت تجيب لي سين بدل صاد وصاد بدل عين، وبالتالي تقدم وتاخر بالوجوه. ما احنا من 2003 لحد الان والشباب يعرف، عندما يقول لك احنا، هم لا يفهمون احنا مو ضد حكومه عادل عبد المهدي بس. نعم. احنا ضد كل الحكومات اللي جت ضد العمليه السياسيه. انت عندما قدمت يعني المالكي بدل الجعفري وجبت لنا وراء العبادي وهسه جبت لنا عادل عبد المهدي، وش صار؟ من سيء الى اسوء العراق، نفس
نفس السيستم يمشي، نفس عمليات الفساد، نفس الخراب، نفس التفرقة، نفس المصيبة الكبيرة، نفس العراق مطية للآخرين ولا سيادة ولا استقلال ولا 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 وجود. وبالتالي يعني حكومة وعملية سياسية لا يمكن احترامها، لا يمكن الوثوق. هذه الأحزاب جاءت بحكومة، رئيس الحكومة الآن يعني يطلب يترجى من ما أعرف منهم، من الشياطين اللي يعرفهم، أن يطلقون سراح مدير عام عنده بالداخلية. يعني هذا وين صاير هذه؟ هاي ويقول لك إحنا دولة لا تحجون يعني، وهذا المتظاهرين يدون يودونا إلى لا دولة، إلى المجهول. هو هذا المجهول، هذا الفوضى. أنت مدير عام عندك بالداخلية يختطف ويطلع رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة اللي بيده 17 جهاز أمني، ما أعرف المن يترجى يعني والمن يناشد اطلاق صراحة. نعم. طيب المختطفين ذولا يتحدث عنهم الاخ المتظاهر. نعم. الكريم. نعم. هذا الشاب الشباب عمر الورد مطار المثنى ومعسكر اشرف. نعم. وما اعرف وين ومغيبيهم، ذولا من يطلعهم من يطالب بيهم؟ يعني مصيبة. ناشطة اختطفوها وطلعوها بعد كم يوم، وواضح شنو قايلين، واضح ماري محمد. نعم. واضح شنو سووا بيهم، واضح ليش يخافون يتكلمون. طيب. هذه القضية معروفة، انتوا ايش تحكون يعني؟ هذه ديمقراطيه وحريه، ويعني اذا قالت لنا هذه انه ما حد سوى لي شيء وما حد تعرض لي، احنا مصدقين والشعب صدق. انتوا ليش اختطفتوها اساسا؟ طيب اكو واحد يختطف لنا؟ نعم. يا مثل الحراميه مثل هاي، وين صايره؟ نعم. الاختطاف. طيب. القضيه استاذ علي، يعني نجاح الشمري وزير الدفاع قال احنا غير مسؤولين عن الاعمال. حضرتك ذكرت في اول جوابك، ذكرت بان هناك الالاف من المعتقلين وهناك الالاف من الجرحى، لكن نجاح الشمري وزير الدفاع يقول اصلا هذني الاسلحه خاصه القنابل الغاز الدخانيه احنا ما مستورديها، ويقول اكو طرف ثالث هو اللي دا يقوم بكل هاي العمليه. لكن سؤالي هنا، ليش ما يعني الحكومه تتحرك للقبض على هذا الطرف الثالث؟ هي تعرفه لو ما تعرفه اصلا؟ الطرف الثالث يا سيدي هذا ما يحتاج له، يعني هو سيد نجاح الشمري من ديحش طبعا هي محزوره نهائيا بالنسبه لنجاح الشمري، بس هو الرجل يعني تخونه الجرأه وتخونه الشجاعه، تخونه وطنيته بحب العراق. يعني المفروض هو ما يقبل على نفسه يكون بدور ان حضر لا يعاد وان غاب لا يفتقد. يعني هو رجل قاعد بمكانه ولابس قاطه ورباطه، هذا يعني جابه على الاثر وعلى اثر في الدفاع وعلى تاريخ الجيش العراقي البطل من تاريخ تأسيسه لحد الآن. يعني مع الأسف الجهة الثالثة سيدي وصديقي العزيز، الجهة الثالثة هم نفسهم. أخي الحكومة متكونة من أحزاب، كل حزب عنده ميليشيات، كل حزب عنده عصابات، فهي الآن يعني هي حدود العراق مفتوحة وهم ما يستوردون ما يديرون الدولة. طيب نجاح الشمر يعني ما خجل على نفسه وعلى وطنيته وعراقيته وعلى رتبته اللي ما تديهم شكتها على كتفه، ما خجل ما قال هذا المواطن بسيط راح يسأل هذه الأسلحة القنابل الغازية والإطلاقات إذا إحنا ما استوردناها طيب كيف دخلت المخازن؟ الدفاع؟ طيب وزير الداخلية ما قال كيف دخلت المخازن؟ طيب كيف استلموها هذه القوات اللي تضربنا فيها الآن؟ من استلمهم إياه؟ من استلم على الذمة وقع الذمة مالتها ذمة الاستلام؟ سيدي ما خفية كان أعظم. سيدي أنت أتوقع هذه الحكومة اللي تمارس القتل بالرصاص الحي وبالغازات وبالصوتيات وبالقنابل الحارقه الجديده وبالخطف وبالتعذيب؟ يعني هذه الحكومه اليوم احنا بنظرنا يا اخي احنا اليوم منتفضين، احنا اليوم ثائرين، احنا اليوم راح نغير كل شيء من الالف للياء. احنا نريد نبشرك ومن خلاله نبشر العراقيين كذلك. احنا قبل تقريبا 36 ساعه توجهت لنا دعوة من الأمم المتحدة لحضور اجتماع عاجل للأمم المتحدة يوم 26 من هذا الشهر، ونحن راح نروح ونذهب بنجمع الصور والفيديوهات وراح نعرضها أمام العالم كله، وراح نطالب بتدخل العالم كله لينقذنا ويخلصنا من هذه الزمرة، هذه بؤرة الفساد اللي هذه احنا ما عندنا تشبيه لها غير الا تشبيه واحد والله العظيم. والله هذول تشبيههم حالهم حال المغول، والفترة اللي احنا حاليا بنعيشها هي اشبه بالفترة اللي تحررنا فيها من المغول سنة 656 هجرية. هذول ناس مجرمين، عصابة قتلة جابتهم الدبابات الامريكية ورضعوا من صدر الايراني الحاقد على العراق، وبالتالي صار نتيجة بين محتل
وبين شخص يريد يستوطن ارضه، بالتالي ياخذها عمليه استيطان منظم لدكتور صار 13 سنه بالعراق. هذا اللي كنا نقراه بالتاريخ احنا. يا اخي حتى لو نهجنا الدراسيه غيروها، يا اخي حتى تاريخنا اليوم لو عندك اولاد وعندك احفاد يروحون يدرسون بالابتدائيه راح تتفاجئ من التاريخ. معقوله؟ تخيل اب يدرس تاريخ وابن يدرس غير تاريخ، واحد يتناقض مع الثاني. نعم. دكتور انت حضرتك قبل شويه جبتها من حكومه اياد علاوي وانتهاء بحكومه عادل عبد المهدي. هم كلهم متفقين على تدمير العراق وبالتالي تدمير البشر الشعب العراقي. تعتقد ذولا كلهم يعني جايين تنفيذ خطه معينه لو كل واحد اشتغل يعني حسب ما يشوفه هو بالعراق؟ لا، هو من البدايه استاذ محمد، يعني احنا دائما نرجع للبدايات. يعني هي امريكا عبرت بجيوش هذه الأطلسي وجتي من أجل إزالة نظام ديكتاتوري ومن أجل إحلال الديمقراطية ومن أجل عيون العراقيين. طيب. إذا أكو عراقي يصدق بهذا، هذا ما عنده عقل. وحش العراقيين كلهم عندهم عقل ورؤية وعارفين هاي القضية. أمريكا لم تأتي للعراق كل هذه المسافات وكل هاي الجيوش، يعني 450 ألف جندي، نص مليون جندي وعتاد والدنيا واحتلت العراق، هي من اجل عيون العراقيين وحتى تسوي لنا بلد مزدهر وتجربه مزدهره وتجيب لنا بول بريمر هذا الحاقد النتن هذا يحكم العراق لمده سنه ويسوي لنا عمليه سياسيه ومجلس حكم. هذا الموضوع منتهي القضيه، جاءوا لتدمير العراق، لانهاء العراق. واهم شيء العراق يمتلكه ترى لا النفط ولا غازاته ولا الثروات المعدنيه ولا الانسان. هذا الانسان العراقي، هذا الشاب العراقي، هذا اللي 17 سنة يضخون عليه الطائفية والتفرقة والأذى وكسران والخيبة وكل شيء، وبالتالي يطلع بطل، يطلع إنسان بهذا النقاء، بهذه الوطنية، بهذه الصورة، اللي يضحي بنفسه من أجل العراقيين ومستمر وصامد ويحرجهم ووصلهم إلى الحد اللي يعني عد عليه أنفاسهم. نعم. هذا العراقي، هذا الإنسان. لذلك اللي جاءوا أرادوا أن يكسروا العراق، وكل هذه الأحزاب اللي جتي وياهم واللي جابوها وسكلوا من عندها مجلس الحكم وكل هذه الحكومات. نعم. هذه متفقة على أنه لماذا يعني لا يستطيعون أن يبنوا العراق؟ هذه الأموال اللي جاءت للعراق والخبرات العراقية العراقيين، بغض النظر، وهم أرد أقولها، إحنا لا نتكلم عن النظام، أنا أتكلم. نعم. عن شعب. نعم. شعب بال91 انضرب العراق، كل جسور انضربت. صحيح. كل طرق انضربت، كل محطات كهرباء. كل مياه منو عمرها؟ العراقيين في ظل حصار. نعم. وعمروها العراقيين. صحيح. هو هذا الشعب نفسه هو هذا الشعب غيره؟ طبعا. يعني راح واستوردت شعب اخر، هو نفس هذا الشعب. نعم. بنى العراق من جديد ووقف على رجليه. هذا الشعب قادر ان يبني كل شيء، شعب جبار، ورب العالمين سبحانه وتعالى يعني الهمه كل شيء واعطاه ميزه. ودائما ما اقولها، هذا ليس انتقاصا من الشعوب، لكن هذا احتراما لهذا الشعب اللي هو من فجر التاريخ، مش فجر السلالات، كان هذا 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 الشعب شعب راقي، تفكيره عميق، هو اللي علم الناس الري والصناعة، ووجد لهم العجلة، ووجد لهم القانون، القوانين في سلة. نعم. حمورابي. نعم. وغيرها، وكل هذه هو اللي سوى المدن، هو اللي هذا الشعب شعب عملاق، شعب راقي بكل تصرفاته الأمي والمتعلم عنده. لذلك هاي القضية، فجاءوا بهؤلاء لكي يدمروا الشعب. ولاحظ ما بدأوا به الطائفية. صحيح. مزقوا المجتمع، مزقوا الناس، هذا سني وذاك شيعي وهذا كردي وهذا عربي وهذا مسيحي وهذا ما اعرف شنو وهذا يزيدي، وجيب عصابات وبهذه الطريقه وميليشيات، وبالتالي 17 سنه فوضى عارمه لا تعرف. نعم. واين يتجه العراق. نعم. وخيره شبابه اضطروا يرمون نفسهم بالبحار. صحيح. ويغرقون، والان من يطلعون يقولوا لهم انتم عملاء، انتم مندسين، انتم ما اعرف منو، الخليج يدفع لكم. لا خليج. نعم. هو الخليج يدفع لهم فلوس، ليش طالعين تكتله مبجيبه 5000 دينار؟ صحيح. يا ناس اللي ما عندهم ضمير، يا ما عندكم اخلاق، ما عندكم غيره، ولا عندكم عراقيه، ولا قيم لكل شيء. نعم. قيمة حتى للخبز اللي تاكلوها بالعراق والمي اللي تشربوه، ما عندكم قيمة. هذا الشعب نايم بالشوارع وانتم قاعدين، نوب يسوون اجتماع، نوب نسوي، وقاعد البرلمان، صار لكم 17 سنة برلمان، شو سويتوا؟ هسه نعدل لكم قانون التقاعد، ما يريدون منكم. صحيح. انتم ناس فسدة، اطلعوا وهم يسوون قوانين ويسوون دستور ويسوون حكومة، وهذا المجهول اللي تقولون عليه هو معلوم لديهم وقادرين، وهذه العقول الجبارة من الشباب قادرة أن
توجد لكم حكومة جميلة تدير البلاد وتوقفوا على رجليها وتسوي انتخابات وتجيب الناس الطيبين وترجع وجه العراق طيب. الجميل مريتكم مصيبة شنو طيب. وسرقتوه يكفي يكفي أنا أشكرك دكتور. ضيوف الكرام أعزائي المشاهدين، سنخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، أرجو أن تبقوا معنا. مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد، ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي: تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز، تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب والعملية السياسية الفاسدة في العراق. أستاذ علي عزيز، قلت قبل شوية بأنه تم توجيه لكم الدعوة للمتظاهرين من قبل الأمم المتحدة للاجتماع بهم يوم 26/11، لكن هناك من يقول بأنه ممثلة الأمم المتحدة في العراق جت إلى ساحة التحرير وحتى قعدت في إحدى التكاتك هذول الناس الأبطال، لكن المتظاهرين لم يخرجوا منها بنتيجة. السؤال اللي أريد أطرحه عليك، شنو المواضيع اللي راح تركزون عليها عندما تلتقون مع ممثلين للأمم المتحدة؟ هل سميتوا بعض الشخصيات اللي حتقابل الأمم المتحدة؟ نعم سمينا شخص مثقف جدا وواعي جدا، نعم، وراح يمثلنا، واحنا حاليا بصدد جمع اكبر قدر ممكن من الصور التوثيقيه ومن الفيديوهات اللي تبين كيف قمعونا وكيف قتلونا. اما بالنسبه لموضوع الممثله المتحده من جدين، احنا مو قصه ما طلعنا من عندها بنتيجه، لا احنا طلعنا بنتيجه، لكن النتيجه سلبيه كانت سيدي، نتيجه سلبيه، وراحت يعني هي تحاكي وتغازل الحكومه، وبعدين الحمد لله تمكنوا يعني الشباب عندنا من يعني فضحها بالكامل، وفضح اللي هو وكيل اعمالها ومستشارها السيد محمد النجار، وكيف ربطها علاقات وثيقه وتجاريه مع اشخاص معينين بالدوله وبالبرلمان، يعني هذا الشيء صار واضح في العيان. احنا الان يوم 26 موعدنا مقر الامم المتحده بجنيف بسويسرا، وراح نطلب احنا من المجتمع الدولي باسره التدخل لانقاذ الشعب العراقي وحقن الدم العراقي هذا، لانه يعني الولايات المتحده الامريكيه طبعا نعرف احنا هي اللي جابتهم، والولايات المتحده الامريكيه من جدي وغزت العراق وجابت يعني جابت هذه الزمره الخبيثه وياها، طبعا ما اجت بقرار دولي. فهسه نحاول نصلح هذا الشيء بقرار دولي، ناس يعني يظهر ان الامم المتحده احنا الاداره الامريكيه اذا نسمع يعني السيد بومبي وزير الخارجيه اسمه شلون يحكي ويقول نطلع قائمه عقوبات. سيدي احنا ما يعني قائمه عقوبات اذا طلعوها هم يعني الفساد يعني عندهم مستشري يا اخي، بس يعني حتى السائق النائب هو قاتل سائق، يعني تجي لي عروس الكبار والصغيره والمتوسطه بلد كله شخصون اخوه، احنا دولة مو قصه انت اليوم تصدر قائمه بيهم، هذول ضيفكم مثل ما جبتوهم تخلصونا منهم، احنا حاليا نعتبر شعب اعزل، احنا ما عندنا غير اجسادنا واعلامنا، هم كلهم مسلحين مدججين بكل انواع السلاح، عندهم ميليشيات، عندهم قتله، عندهم مقامين، يعني احنا هذا اللي اذا نقدر نسويه بعد احنا باي لحظه يقتلونا سيدي، ترى هذول ما عندهم مانع يطلعون علينا طيارات ابات تضربنا، هذول مجرمين، هذول مجرمين ناس كفنا هذول، فاحنا نريد اليوم اللي جابهم يشيلهم، نريد تدخل المجتمع الدولي حتى شويه يحرك من هاي الدوله اللي جابتهم، يعني احنا بالنسبه لنا راح نطب ونقتحم ونسوي ونطب للخضراء عليهم، بس راح يزيدونه، واحنا من الان بدنا نناشد العالم، احنا معرضين لاباده،
يعني 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 وزير الامن الوطني يحضر مؤتمر بليلتها يطلعون يضربونه بالغازات بالقنابل ضربوا يعني 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 الرصاص الحي والله بالالاف رصاص الحي بس ضربوه على سلك البحر رصاص الحي ما ضربوه بشكل مباشر ضربوه بالدم. نعم. طيب دكتور رافع تعقيبا على كلام أستاذ علي عزيز دعوة أممية لاجتماع مع ممثلي المتظاهرين، يعني البعض يقول ليش هي الأمم المتحدة ما تدري بالوضع العراقي حتى تسوي لقاءات مع المتظاهرين؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، تعتقد عملية تدويل القضية بالأمم المتحدة يخدم الحركة التظاهرية بالعراق على أساس بأنه الأمم المتحدة ما قدمت للعراقيين ما يخدمها خلال 16 سنة؟ أستاذ محمد، طوال 17 سنة ربما قلنا هذا الكلام ونقوله لأنه هو الواقع. طوال 17 سنة مضت هذه القوى اللي تحكم العراق من ضمنها أمريكا على رأسها وإيران كانوا يدفعون العراق إلى الظلمة. يدفعون لكي لا يرى أحد، والأمم المتحدة شريكة في هذا الموضوع. كل ممثلي الأمم المتحدة، مدراء مكاتب، يعني ممثل الأمم المتحدة في العراق كان شريك مع الحكومة، وكان عندما يتحدث وكأنك أنت تستمع إلى واحد من يعني ناطق باسم الحكومة، باسم العبادي، باسم المالكي، باسم يعني عادل عبد المهدي بالضبط. طيب. فبالتالي هؤلاء شركاء كلهم في دفع العراق إلى الظلمة. أهم ما قام بها الشباب في هاي ثورتهم المباركة، والله إن شاء الله ينصرهم ويحفظهم قبل نعم. ويخليهم للعراق، لأن ذولا وجه العراق يعني وصلت الحالة، الناس يأست من العراق وحتى اليأس ربما تملك كثير من العراقيين. هؤلاء عادوا الحياة، عادوا الأمل لكل العراقيين. طيب. حقيقة وجروا العراق بالقوة إلى الضوء، تحت الضوء. طيب. الآن العراق تحت الضوء، وكل العالم الآن بدأ يتحدث، كل وسائل الإعلام بدأت تولي العراق أهمية. صحيح. الآن العراق بعد ما انتهى العراق لسنوات خمسة راجع حتى نشرات الأخبار في كل تلفزيونات الدنيا بالخمس ست سنوات الماضية لن تجد اسم العراق. صحيح. إلا في قضية تخص الحكومة، عنده مستثمر لعب ما أعرف منه بهذه الطريقة، لكن العراق يتحدثون عنه ربما أي مسؤول تتحدث ويا يقول لك عراق ديمقراطي وانتخابات ولعبة مصيبة. يعني حتى من قاطعوا الانتخابات 82% لم يأتي ذكرها. بالضبط. العالم ما ذكرها. بالضبط. يعني شكلت حكومة، أمريكا نفسها باركت هاي الحكومة. صحيح. حكومة وهي حكومة غير شرعية. صحيح. وحتى لو شاركوا 82% هي حكومة غير شرعية، هاي صناديق الاقتراع ما يعرفون التزوير شنو هو. والشرعية شرعية الإنجاز مو شرعية صندوق. هم مشلبين احنا شرعيه جنب الانتخابات. نعم. عيب هذا الكلام. ما قاطعكم 82% من الشعب. بالضبط. ليش وافقتوا؟ ليش سويتوا حكومه؟ مو 82% قاطعيكم، شلون سويتوا حكومه؟ لا تستحق ان تسوون حكومه. المهم فالعالم الان كله يباوع على العراق بفضل هؤلاء الشباب الابطال اللي ضحوا بدمائهم وضحوا بوقتهم وضحوا بكل شيء، والان هم بصدور عاريه واقفين والان تحدث الاخ ابننا هذا والله يستره ويحفظه ويحفظ كل الجميع، يقول لك احنا بصدور عاريه ونتوقع يقتلونا في اي لحظه. صحيح. هذه حقيقه. قد ما يجيبون القضيه يسحبون هذا الموضوع وثباتهم وقوتهم، يقولون للعالم، يجبرون العالم على متابعه العراق، يجبرون العامل الدولي على التدخل. فدخول الامم المتحده الان ودخول امريكا ودخول العالم والاتحاد الاوروبي الان، كل العالم يجب. كندا ابعد الدنيا الان صدرت بيان تؤيد به التظاهرات ولا حد يمسهم وهذا حقهم في التظاهر. هذا لم يكن موجود، اللي احدثه هؤلاء الشباب. فاستدعاء العامل الدولي يجعل من هؤلاء، لانه العامل الدولي ما معناه انه هناك دول لديها مصالح في العراق، شركات، منظمات، الدنيا كلها لديها مصالح. تعرف الان انه الشعب واقف، هاي لو احنا لو انتم، الشعب واقف ضد هذه الطبقه السياسيه كلها. إذا ما ذهبوا إلى الطبقة السياسية ودعموها، بمعنى أن هذه القوى عليها أن تقتل كل الشعب، تقتل كل هاي الآلاف المؤلفة، المئات الآلاف، ربما ملايين من العراقيين، تقتلهم وتدوس على جثثهم لكي تبقى هذه الحكومة ترعى مصالح. وإما أن يقفوا مع الشعب هذا ويتخلوا عن هذه الثلة الصغيرة الحرامية السارقين الفاسدين. فبالتالي العاقل يجب أن يختار
الجانب الأكبر والجانب القوي، وهذا هذا ديدن كل الدنيا. يعني أمريكا كل شيء تسوي، لكن عندما يخرج تضطر كل القوى تضطر أن تقف مع الموجة الكبيرة. والموجة الآن كبيرة من الشعب، الشعب يريد الحياة، يريد بلده، فبالتالي هم من حقهم الآن هو هذا التصرف الصحيح، نجيب الأمم المتحدة ويجيب كل دول الدنيا لكي تشاهد المأساة. هذه التجربة البائسة الرثة اللي جبتوها العراق، شلتوا دكتاتورية نعم، وجبتوا لنا قاسم سليماني يحكمنا، جبتوا لنا فاسدين وخراب وميليشيات وأحزاب، وتعالوا نتحاسب من 2003 لحد الآن ماذا كانت تملك هذه الأحزاب وماذا تملك الآن. خلي يقولون شلون صارت هذه ثرية، مين جابت دكتور. وأكو فد نقطة يمكن انتبهت لها يعني قبل قليل، الاجتماع مع البيت الحكيم صاير في منطقة الجادرية، أصلاً البيت هو مغتصب، كلها هو العراق كله مغتصب. إيه؟ لا عندما يطلعون المتظاهرين يقولون نريد وطن، يعرفون العراق مغتصب بالأسر، فيريدون يطلعون من الأسر. عندما يقولون نريد وطن ماكو وطن، لأنه الحقيقة وهذه ماكو وطن، ماكو دوام، ماكو، خلوها بهذه الطريقة لأنه الحقيقة مقتنعين أنه ماكو وطن. أنت ما عندك وطن، فمن يحدثهم هذا يقول لهم روح للا دولة، روح للمجهول. مضحك هذا الكلام، أنتوا وصلتونا الحالة لا دولة. طيب لا لا لا. نعم. يعني ماكو وطن، فأنت يا نظام يا وين تروح يا نعم. فقضية غير شكل. طيب. الآن أستاذ علي عزيز، إذا أريد الرد على الحكومة، خاصة أنتم يعني أصحاب الشأن أكثر، أنتم المتظاهرون اللي صنعتوا تاريخ جديد حقيقة للعراق بهذه الانتفاضة وهذه الثورة اللي قدتوها حضرتكم في الشباب المتظاهر، وحتى الشابات والنساء كبيرات السن والرجال كبار السن. إذا أريد الرد على الحكومة، الحكومة أنت قبل قليل ذكرت بأن الحكومة جابهتكم بالرصاص الحي، لكن الحكومة ما زالت مصرة أنه ما استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين. شو ردكم على هذا التصريح من قبل الحكومة؟ لا شلون ما استخدمت، يعني كيف ما استخدمت الرصاص؟ نعم. لعب اللي قتلونا يوم 11 بشنو قتلونا؟ مو رصاص الحي. القناصين شو استخدموا ويانا؟ يعني مو رصاص الحي. نعم. قبل 4-5 ايام شو استخدموا ويانا؟ يعني على الجثة السنك وعلى الاحرار ويم البنك المركزي رصاص حي. هذا ما يقدرون ينفوه هم، هذا هم ينفوه اعلاميا. عندهم ابواق، شوف سيدي الحكومه عندها ابواق، هاي الابواق مالتها هذه، يعني من يطلع شخص ناطق باسم رئيس الوزراء، شخص ناطق باسم وزاره الداخليه، يعني شخص ينطق باسم شخص. احنا اليوم بدنا ننطق، انا اللي اتحدث وياك بدي انطق باسم شعب، اسم ثوار منتفضين. هؤلاء ابواق كاذبه، ضربوني بكل انواع الاسلحه. يا اخي مو بس الاسلحه، يا اخي دي يخطفونه ويذبحونه ويعذبونه، يعني شنو اكثر بعد؟ يعني اكثر من هذا كله بده يصير؟ يعني احنا والله يعني ما نعرف احنا وين نريد، وين يريد يوصل فينا عادل عبد المهدي وحكومته واحزابه؟ وين يريدون يوصلون؟ طلع من ساحة التحرير احنا ما نطلع، الانسحاب ما ننسحب، احنا راح ندور القضية مالتنا. يقولون مدعومين من الخارج وعندهم ارتباطات بالخارج، هذول يريدون يعكسون نفسهم، هم اللي كانوا كلهم رابين بالمخابرات الأمريكية والبريطانية والإيرانية، كلهم كانوا عايشين على الفتات هذه المخابرات الأجنبية كلها، وهم اللي جابوهم علينا. احنا ود العراق، احنا ما مستوردين من الخارج. يقولون بينا مندسين، لا والله هم المندسين بالجسد العراقي الطاهر، ويجب ان نستأصلهم. احنا اليوم راح نناشد مو بس الامم المتحده ولا بس الدول، احنا حتى راح نناشد اليوم حتى الناشد اللي احنا نعتبره هو كان راس البلاء باحتلال العراق الحزبي الجمهوري الامريكي. شوف يعني سيدي قبل يومين لما جت التسريبات طلعت عندك من صحيفه النيويورك تايمز، طبعا تعرف النيويورك تايمز زائد فرعيه فوكس نيوز هذول مملوكين للحزب الجمهوري. لما سربوا هذه الوثائق الإيرانية، وثائق المخابرات الإيرانية، هذا ما معناته أنه بيبينون العالم كله أن هذه الإدارة اللي كانت في زمن الديمقراطيين، إدارة أوباما اللي سلم العراق بأسرة في ذلك الوقت إلى إيران، كانت إدارة مخترقة من المخابرات الإيرانية، ولذلك اليوم جو الجمهوريين فضحوهم كله. إحنا حتى هذا الوثائق عليه، وحتى الإدارة الأمريكية اليوم لما شافت هالانتفاضه وهالشباب كل العراق اللي حتى هي الاداره ظنت انه احنا كل نصرنا لعبه بيد ايران، حتى اليوم من شافت هذا الشيء استرجت ان تفضح وتكشف الوثائق الان كل شيء، تكشف المستور. فاليوم احنا راح نلعب على جميع الاصعده، مثل ما هم اذونا
احنا راح نخاطب كل الدول حتى نأديهم وحتى نحاسبهم وحتى نحاسبهم. احنا كل ما نقدر نسويه راح نسويه بهذول، ما نقصر بيهم ابدا، وموعدنا احنا وياهم بساحه التحرير، وراح ننصب محكمه الشعب بساحه التحرير. طيب دكتور، الاضراب عن الدوام في العراق دخل يوم الرابع، الطلبه غالبيه الطلبه ربما يعني كلهم أضربوا عن الدوام، هناك مؤسسات حكومية أيضا أضربت عن الدوام باستثناء طبعا الدوائر الخدمية والصحية. تعتقد بأن مسألة الإضراب عن الدوام سيدفع الحكومة للتنحي في قادم الأيام؟ هي ليس يدفعها للتنحي. طيب. وقضية أنه يعني حكومة إذا راحت حكومة عادل عبد المهدي ينتهي الموضوع، ما هم راح يجيبون 100 عادل عبد المهدي. طيب. ما العملية السياسية، ما هذا حكاية الفياض، يقول لك احنا تنسقط الحكومة بس النظام ما يقصد العملية السياسية. لا. باقين بأحزابهم بقواهم بميليشياتهم بسرقاتهم بفسادهم، ما يريدون يبقون. طيب. القضية من الإضراب ومن الإضراب العام من العصيان المدني، هذا قضية من عند أن تستدعي العامل الدولي عندما توقف حركة التجارة وحركة الاقتصاد بالعراق، هاي الحركة اللي تجيب لهم فلوس وحتى يفسدون بيها وبقون بيها ويعطون الشركات ويعطون الناس ويعطون رشاوي، توقف هذه. طيب. هذه توقف. الآن عندما يطرحون قوانين تحتاج إلى أموال، يعني هذا البرلمان هذا عندما إصلاحات وما أعرف شنو راح نوفر لكم هالقد وظائف. يعني البارحة من القضايا المؤلمة المبكية يتحدث البرلمان او رئيس البرلمان يتحدث انه اكو يتحدث عام 2021. طيب. انتم لحد 2021 قاعدين على قلوب العراقيين بهذه الطريقه تتصور؟ إيه الان اهل العراق بالشوارع، شبابهم ولدهم والامهات يلطمن على 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 اللي راحوا الشهداء، ويتمنون ان الله يحفظ الباقين ويصبرهم ودمائهم يعني أمانة برقابكم ورقاب كل العراقيين، وأنت تحكي لهم بال21 ما أعرف شنو راح أسوي لكم وظائف. شو تسوي بالوظائف؟ شنو هي الوظائف هذه؟ ومين تجيب لها فلوس أنت؟ مين تجيب لها إذا أنتوا ترهل بالدولة وسياستكم الاقتصادية خطأ وسويتوا 6.5 ملايين موظف وما تعرفون، والدوام الموظف ما ينجز إذا 8 دقائق بكل يوم. صحيح. وهذا الكلام من عندكم مو من عندنا. والفقر بالعراق أكثر من 40%، وناس 10 ملايين 12 مليون مواطن عراقي يأكلون من المزابل مع الأسف هذا الشعب الكريم، والأمراض والأمية 7-8 ملايين، الجامعات والمدارس والتعليم خارج كل التصنيفات، الصحة منتهية، مستشفى ما بنوا، عيادة واحدة ما بنوا، شارع مال أوادم ما سووا، وبالتالي تريدون من الناس تصبر عليكم وتنتظر طولنا مهلة 45 يوم وما أعرف شو نسوي. القضية غير. نعم. قضية. نعم. فالناس ذول الشباب عقلهم واعي وسابقين ذول هاي الطبقة السياسية، سابقيهم خطوات بعقلهم وبدراكهم. نعم. سابقيهم كثير ويعرفون انه الاضراب العام العصيان المدني العام سيأتي، لكن هذا سيستدعي كل العامل الدولي بسرعة. نعم. سيستدعي لي هذا العامل الدولي، هم يعتقدون انه الاضراب يفشلوه الان، المدارس ما تطلع، نوقف قدامكم. ويعني دعني أوجه أيضا رسالة لكل تفضل وين ما يكون مدارس، وين ما تكون بأي محافظة، عيب على مدراء التربية، عيب على نقابات المعلمين، عيب عليهم يتركون أولادهم بالشوارع وينتظرون هذه من الحكومة الفاسدة الخراب والدمار أنه والله نحافظ على النظام التعليمي. أي نظام تعليمي؟ ما هو النظام السياسي ساقط، نظام سياسي سرقك وباقك، يا نظام تعليمي، نظام تعليمي وين وداك؟ كل تسرب وكل فساد وخراب ومناهج سرقة وبوق وانت خارج كل التصنيفات. وعندما يسألون ليش العراق خارج التصنيفات يقولون لهم بالعالم كله، ودافوس قالوا لهم لأنه ماكو تعليم بالعراق. فماكو تعليم، والخريج وين يروح؟ ما هذول الخريجين. صحيح. قعدوا أصحاب الدرجة الشهادات العليا. صح. قعدوا بالشوارع رشيتوا عليهم مي حار. صح. واعتقلتوهم وضربتوهم بالشلاليق. هذا المنطقة انتم خايفين على التعليم؟ انتم مدرسة واحدة ما سويتوا، يا تعليم هذا؟ مدارس طينية، الأطفال قاعدين على القاع، بكل صف 70-80 طالب، هو هذا التعليم اللي خايفين عليه؟ ما يريدوا يا أخي، ما يريدوا. هم ذولا طلعوا حتى يسوون تعليم زين، حتى يسوون صحة، حتى يسوون شوارع، حتى يسوون بلد بي خير. صحيح. وهذا المنطق. نعم. اللي تحكون. نعم. به. طيب أستاذ علي عزيز، أريد أتكلم وياك بمسألة
أنشأت في ساحة التحرير مكتبة، وأيضا الشباب اللي طلعوا القائمين على موضوع المكتبة قالوا بأنه الثورة هي ثورة ليس فقط مطالبات بإسقاط النظام، ولكنها أيضا ثورة فكر. أيضا أنشأت وصدرت صحيفة سميتوها توك توك، وأيضا في الأخبار الواردة من هناك قمتم بتأسيس إذاعة في ساحة التحرير. يا ريت تحدثنا عن الهدف من وراء يعني دعم المتظاهرين فكريا وثقافيا، شنو السبب، شنو اللي دفعكم لتأسيس مثل هكذا نماذج، سواء مكتبة كتب أو إذاعة أو حتى صحيفة حملت اسم التوك توك؟ هذا هو اللي احنا سميناه، هذا هو الفكر النير الوطني المضاد للفكر المعادي لفكر الحكومة الفاسد. احنا اليوم كل خطوة هم يقومون بها احنا عندنا خطوة مضادة. شوف يعني بالبداية قلت لك حتى مناهجنا الدراسية غيروها، فاحنا اليوم راح نعيد بناء هذا الجيل من جديد، وراح نصلح ما خربوه هم. واحنا المكتبة سويناها، الأشرف عليها هو القسم الثقافي عندنا على المكتبة، وكذلك احنا كقسم اعلام مشرفين على الاذاعه. طبعا هي اذاعه جدا بسيطه، يعني سيرفرات بسيطه، يعني اذاعه جدا بسيطه اكثر مما تتصور انت، يعني ما تغطي بس يمكن من جبل احد المطعم التركي الى حديقه الامه، يعني احيانا ما توصل التمثال عبد المحسن السعدون، يعني اذاعه جدا بسيطه هي، يعني بجهود ذاتيه كلها صارت. طبعا مستمرين احنا، طبعا احنا كثير امور عملنا، يعني مو بس الاذاعه ولا بس المكتبه. نعم. احنا حتى جبنا افران صمون ونصبناها، تخيل افران صمون كهربائي نصبنا احنا، حتى جبنا يعني ما تتوقع احنا شو مسوين هناك. احنا سوينا دوله مصغره، حتى نراويهم لهم هذول العملاء الفاسدين السراق القتله، حتى نراويهم نقول لهم شوفوا احنا بدون اي جهد، اي تمويل خارجي، بدون جهودكم، بدون جهود الدوله، بدون ميزانيتكم، هذا احنا نسوي تعبنا. احنا صبغنا الشوارع، خططناها، صبغنا الارصفه، زينا الجدران، احنا كل شيء سوينا. احنا حتى المحلات الشخصيه اللي هي لناس يعني مواطنين عاديين اللي هي بشارع الرشيد وبالسنك، حتى هذه المحلات صبغناها، حتى هاي المحلات يعني حاولنا انه نرسم عليها ونزينها. احنا جايين نريد نعمر بلدنا، هذول خربوه، هذول نهوا بلدنا. يعني انت اليوم احنا حاليا بنشكل وبنكتب وثيقه كيفيه بناء الدوله. احنا تجاوزنا هالامور كلها بعد، احنا هذول بعد مرد عليهم، احنا ما يشرفنا اصلا نرد عليهم نهائيا. يعني شوف انت الاستخفاف بينا، شفت هاي قبل نص ساعه، قبل كثر ربع ساعه، استحاله رئيس هيئه الاستثمار الى التقاعد وسحب ترشيح البرلمان. رئيس هيئه الاستثمار يعني من يحيدوه للتقاعد. طيب ليش ما حبستوا؟ ليش ما وقفتوا؟ وتهم الفساد عليه هذا الى راسه. يعني احنا اليوم شوف قدرنا من صوتنا اللي نوصله. اليوم اليونيسيف لغت احتفالات يوم الطفل بالعراق احتجاجا على قتل الحكومه العراقيه لاطفال العراق. نعم. دكتور يعني تصريح وزير الدفاع بأنه هذا طرف ثالث، حضرتك كنت معك آني وليس أنت كنت معي، كنت معك في تغطية المظاهرات في ساحة التحرير، يعني في قلب المركز التجاري في بغداد، في السنك، في المركز التجاري، ما لاحظنا هناك ولو قلة من الشباب يتعدون على الأملاك الخاصة على المحلات، لا حرقوا شيء ولا سرقة وشي، لكن الحكومة تصر بأنه تقول مسألة حرق الحريق اللي صار في سواء في المطعم التركي أو غيرها قاموا به المتظاهرين، وأيضا حذرت في نفس الوقت بأنه هناك مندسين مثل ما ذكر الأستاذ علي عزيز، مندسين من المتظاهرين يحاولون أن يعني يعبثون ويخلقون حالة من الفوضى. الحريق مباني دوائر الدولة، خاصة نحن نتحدث هنا في محافظة ذي قار في الناصرية، تتحدث بأنه المتظاهرين هم اللي يقوم بمسألة حرق الدوائر الحكومية وحرق غيرها، بينما هم قاموا بحرق صور لخميني وخامنئي وقاسم سليماني وغيرهم من أقطاب العملية السياسية. تعتقد
بأنه هذا التصرف تصرف غبي من قبل الحكومة اللي تتهم بالمتظاهرين بحرق وربما يكون هناك سرقة لبعض الممتلكات الخاصة؟ نعم، هو تصرف غبي وتفكير غبي إلى بعد الحدود، لأنه هذه العملية يعني مورست من كل الأنظمة الاستبدادية. طيب، هذه قضية اتهام الناس ومورست من قبلهم طوال هاي 17 سنة، مارسها المالكي ومارسها العبادي وهاي القضية يعني مو جديدة. هؤلاء الشباب هم هذا وطنهم. طيب، ويحافظون عليه أكثر منه، وهم الطالعين يدورون وطن ويقولون إحنا نريد وطن. هم اللي يمدون يديهم، ذولا الشباب اللي عرفوا ينظمون كل شيء، وهذا بالتوك توك اللي ما يمتلك يعني خبزة يومه ويشيل الجرحى ومضحي بكل شيء، ومضحي اللي نايمين بالشوارع حتى يحرق له ما أعرف شنو محل حتى يحرق مع هذه لعبات واضحة لأجهزة أمنية متسوسة، هي المتسوسة. طيب، وتريد تخلق حالة لكي تبرر ما تفعله، وهي لا تحتاج إلى التبرير. أنتم مجرمين وعصابات وأنتم لا تحتاجون، يعني ما تحتاجون إلى عنوان، أنتم هذه أفعالكم. فما يحتاج لا تحرق ولا هم عزل، لأن مهما أحرقت مهما العالم كله يعرف أنه هذه كذبة. صحيح، كذبة واضحة وما تحتاج حتى الرد عليها. هؤلاء لا يفعلون، هذ النايمين بالشوارع والنايمين بجبل أحد ومثل ما يسموه بجبل الشهداء التحرير وغيره وبالشوارع، ذولا مو جايين يحرقون، ذولا جايين حتى يعمرون. وانتوا اللي خربتوا البلد 17 سنة، واللي سرقتوه خربتوه دمرتوه، انتوا اللي تفعلون هذه القضايا، اللي غيبتوا الناس، واللي سويتوا سجون سرية، واللي عذبتوا الناس، واللي تختطفون الناس، يختطفوهم من الشوارع ويتحدثون انه ده نحقق وياه. انت مختطفه من الشارع، شو تحقق وياه؟ وين دوله القانون اللي تتحدثون عنها؟ وين الحريه؟ وين الديمقراطيه؟ وين هذا دستوركم الكسيح اللي تتحدثون عنه؟ وين ما قضيه معيبه. طيب، ومخجله. وذول المتسللين ترى المندسين، هاي ميليشيات مندس. نعم، هناك مندسين، بس هاي ميليشيات من عندهم، مثل ما المالكي دز ناس مندسين يهتفون، ومثل ما في بدايه واحد عشرة طلعوا كم واحد يهتفون باسم النظام السابق حتى يقولون ذولا بعثيه. يابا شباب صغار لا يعرفون حزب بعث ولا يعرفون، وفشلت بيديهم وستفشل كل هذه. طيب دكتور، بقيت لي دقيقتين استاذ علي، دقيقه لحضرتك ودقيقه للدكتور رافع. شنو اللي يخليكم ترجعون إلى بيوتكم؟ أنتوا صار لكم 50 يوم في ساحات التظاهر، شنو اللي يخليكم ترجعون إلى بيوتكم؟ يعني شو تقدم لكم الحكومة حتى تنفض هاي التظاهرات؟ أستاذ علي انقطع الاتصال، آسف الأستاذ علي. أستاذ دكتور، 50 يوم، اليوم 20 وبدت من 11، واليوم 50 يوم للتظاهرات، شنو السيناريوهات القادمة؟ يفضون التظاهرات، يحققون مطالب المتظاهرين؟ بدقيقة لو سمحت. ربما يعني السؤال الأهم اللي كان ممكن يجاوبك عليه هو، وأنا راح أقوم مقامه يعني أكيد، هم يريدون أن يزيلوا هاي العملية السياسية، لن يعودوا إلا باسترداد وطنهم، استرداد وطنهم، استرداد العراق، إلا بزوال هؤلاء. طيب، هذا المستنقع اللي الآسن اللي جاب لنا كل هذه الأمراض للعراق، من أمراض الطائفية والفساد والخراب وانقلاب كل الأمور وتغير الحال والأحوال وتمزق المجتمع، هذا كله يجب أن يردم. طيب، هذا المستنقع يردم الآن وتنبني عليه حديقة مال ناس تشوفه وينبني ويعود وجه العراق، هذا اللي يخليهم يرجعون. هم يرجعون من هم يستطيعون أن يبنون البلد، مو غيرهم يبني لهم، ذولا لا يبنون، ذولا مدمرين. فهذه القضية، كل هذا السيناريو الحقيقي لكل ما يجري، وسيحصل هذا، يعني الحقيقة سيحصل، مهما استخدموا من عنف، مهما استخدموا من سفك الدماء، يعني هم يتباهون بميليشياتهم بقوات، هذه كلها لن تنفعهم. هذه في لحظة المواجهة ستهرب، لأنه بالتالي سيساقون إلى المحاكم، عليهم أن يفكروا، كل ذول الضباط الآمرين الكبار عليهم أن يفكروا، هؤلاء سيتخلوا عنكم. صحيح، من يطلع عادل عبد المهدي يقول مو احنا اللي اعطينا الأوامر بالرمي، معناه يحملكم المسؤولية. باشر عقبه تهموها. نعم، باشر عقبه يقودوكم للمحاكم. طيب، يقولون هذا الضابط الفلاني، الفريق الفلاني، اللواء الفلاني، هذا هو اللي انطلق امره، يقودوكم الى المحاكم وتتحملون وزر كبير، فلا تشتركون، لا تخوضون بدماء العراقيين، ذول اهلكم. نعم، عيب عليكم، وهاي الميليشيات اذا انتم واجهوا الميليشيات. طيب،
قفوا مع الشعب واحموا الشعب، هذه القوات العسكرية، هذا الجيش عندما يكون سور للوطن، هذه الشرطة عندما تحمي النظام وتحمي من السراق، هذه مهمته، مو مهمته تقتل وبالتالي ترى الحكومة تتخلى عنكم وهي الأحزاب يتخلون عنكم ويلبسوكم هذه التهم كلها. طيب برؤوسكم ورقابكم، فلا تتحملون الدماء. شكرا جزيلا دكتور. مشاهدينا الكرام، في نهاية تغطيتنا نتقدم بشكر الجزيل إلى الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، شكرا جزيلا. كما شكر موصول إلى الأستاذ علي عزيز من بغداد، حدثنا من ساحة التحرير الناشط المدني. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.